برحب بحضراتكم مرة أخرى وجدد الترحاب بالدكتور حسن شمس الدين رئيس وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة. دكتور حسن، في هذا الوقت حصل يعني خطوات سريعة في بروتوكول خماسي، ما هو البروتوكول الخماسي؟ هو البروتوكول الخماسي ده بيخص التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في الأراضي القديمة. الأراضي القديمة زي ما أشرت في البداية أن احنا عندنا 6.1 مليون فدان، منهم حوالي 2 مليون فدان في شمال الدلتا، دول هيبقوا ري مطور بالغمر اللي كان بيسألوا بعض المزارعين عنه. بقية المساحة اللي هي تعتبر من وسط الدلتا كده وإحنا رايحين جنوبا حتى أسوان، ده المفترض أن هي تبقى ري حديث، ده المقرر ليها ري حديث. ري حديث وما زالت الدولة حاسة برضو بمشاكل المزارع اللي هو الدعم الفني والدعم المالي. فالمرحلة الأولى اللي هي المليون فدان أراضي جديدة كان الدعم المالي بقرض على 5 سنوات بفايدة ميسرة 5%. أيوه. فالمرحلة الحالية اللي هي تم توقيع البروتوكول في نهاية أغسطس ديت هتبقى القرض على 10 سنوات وبدون فوائد. فكده بيدعموا المزارع أكتر. وفي نفس الوقت موجود الدعم الفني. الدعم الفني احنا برضو المفروض احنا كل حاجة دلوقتي بقت بالمشاركة بيننا وبين وزارة الموارد المائية والري. المفروض احنا عندنا حوالي 4 مليون فدان، ال4 مليون فدان دول هنتقاسمهم، بس لسه لحد دلوقتي ما قعدناش ووزعنا هذه المحافظات. ايوه. فهنتقاسمهم بحيث يبقى حوالي كل وزارة 2 مليون فدان. ال2 مليون فدان دول احنا أو وزارة الري هتعمل تأهيل للمسائي للخصوصية وعمل شبكة الري الحديث داخل أرض المزارع. كويس. سواء إحنا أو وزارة الري، الاثنين قايمين بنفس الدور. فهيكون التمويل من خلال أحد البنوك اللي هو لحد دلوقتي اللي وقع البروتوكول، البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري تحت رعاية البنك المركزي، هيمولوا هذه الشبكات بقروض على 10 سنوات بدون فوائد. ممتاز. طيب ازاي؟ ازاي دي احنا في 3 آليات دي موجودة في البروتوكول برضو. الآلية الأولى ان البنك يدي التمويل للوزارة الزراعة أو وزارة الري، يبقى عند الوزارة ارتباط مالي مع البنك، واحنا بنعمل مكاتب، بنطرح عقود لمكاتب استشارية تعمل الدراسة، الدراسة المقصود بها حصر المساحات وعمل التصميم المناسب لكل محصول شتوي أو صيفي أو شجر أو محاصيل حقلية، وبتعمل القيمة التقديرية وبتجيب لهن في صورة كراسات شروط بنطرحها في الجرايد لمقاولين للتنفيذ، وبيتم الإشراف عليهم من الوزارتين من كل واحد فيما يخصه، وفي نفس الوقت بيتم السداد عن طريق مستخلصات بتتبعت للبنك اللي هو خدنا معاه الارتباط المالي، وبعد كده بيتم السداد على 10 سنوات، وبيكون في فترة سماح سنة من نهاية تركيب الشبكة. يعني المزارع ركب عنده الشبكة النهاردة، نبدأ نعد سنة سماح كويس. يبدأ يسدد أول قسط على 10 أقساط متساوية بدون فوائد. هل تم عمل دراسة جدوى الفدان ممكن يتكلف كام والقسط هيبقى قد إيه؟ والله إحنا عملنا دراسات عن تكلفة الفدان الشبكة الداخلية في حدود 20,000 جنيه. 20,000 جنيه. والتأهيل المسح حوالي من 10-15,000 جنيه، يعني هيبقى حوالي 30-35,000 على 10 سنوات. يعني أنا مطلوب مني كله 3,500 في السنة بس تقريبا. ده مبلغ زهيد، ده ممكن هو يكون بيدفع، يعني مش زهيد برضو عشان نبقى صراحة، لكن هو ممكن يعوضه يمكن في أول سنة. ما هو زهيد بالنسبة للمكاسب اللي أنا هكسبها. يعني هقلل المكاسب في مستلزمات انتاج كتير، وهزود انتاج عندي، هزود مساحه ارض، هزود مساحه ارض، هزود انتاج، هوفر في التسميد، هوفر عمل التسميد،
هوفر نقاوه حشائش لهم مميزات عديده. هيوفر ميه. هيوفر ميه طبعا. انا برضو لو بتكلم كمزارع الميه ما بتهمنيش قوي قد ما بيهمني اللي انا بدفعه من جيبي فلوس. احنا كدوله عشان كده الدوله مهتمه بيهمنا نوفر ميه برضو. انا بيهمني ازود دخل المزارع سواء عن طريق زياده الانتاج او تقليل تكاليف التسميد او تقليل تكاليف التشغيل او تقليل تكاليف نقاوه الحشائش، كل ده زياده في دخل المزارع. ده دخل برضو قومي للدوله. صح. لما المزارع دخله بيزيد فهو دخل للدولة. العمر الافتراضي للشبكة. العمر الافتراضي للشبكة بتتكون من جزئين. جزء اللي هو الخطوط الرئيسية ودي بتبقى مدفونة تحت الأرض. ودي ممكن تعيش أكتر من 20 سنة، تعيش 20، 25 ممكن أكتر. الشبكة الخارجية اللي هي فوق سطح الأرض. اللي هي الخراطيم التنقيط أو الرشاشات. دي بتعيش حوالي 5 سنين. تتغير كل 5 سنين ده التنقيط. ودي سعرها مش مرتفع اللي هي الخراطيم. يعني ما هياش مكلفة قوي. لا يعني أقل شوية من الشبكة الرئيسية. لكن مكلفة برضه. يعني أنا بنتكلم بصراحة. يعني مكلفة مثلا في حدود 2000 3000 جنيه الفدة. طيب يعني أنا بعد خمس كل سنين. كل خمس سنين يعني هنقول في السنة أقل من 1000 جنيه. طيب. يعني لو أنا حسبت المميزات بجانب اللي أنا هدفعه هلاقي أنا اللي كسبان. ده أكيد بس مع مراعاة. يعني أنا لما باجي أقول ريح حديث ما أفرحش إن هو ريح حديث وزود الإنتاج ووفر مية وكل المميزات دي. لازم برضو أحط في الاعتبار الأرض. أنا الأرض دي الثروة القومية لازم أحافظ عليها. فأنا في حالة استخدام أساليب الري الحديثة لازم أراعي حاجة اسمها الغسيل. بغسل. لأن أنا لما بستخدم مية ري متكررة بيحصل تراكم للأملاح. لو أنا ما عملتش غسيل يعني غمرت الأرض مرة أو مرتين في السنة الأرض ممكن ما هو دكتور حسن أنا لما أعمل غسيل مرة ولا مرتين في السنة غير لما أعمل الغسيل في كل راية. كل راية طبيعي. فدي هتبقى مكلفة ومجهدة بقى للتربة. يعني هو زي في يعني بتعلم من حضراتكم لا تعطيش ولا تغريق. ولا تغريق. يعني خليك معتدل. ما هو ده اللي احنا بنقوله. برشد استخدام المية طول الموسم. برشد في استخدام الأسمدة. بزود إنتاج. لكن في نفس الوقت بحافظ باجي في راية الزراعة اللي اخواننا المزارعين عارفينها. الراية اللي بزرع معاها البذرة بدها غمر. صح. أو شبه غمر. يعني مش غمر زي قديم ولا. زي ما حضرتك قلت. بزود ساعات تشغيل. أديها كده شوية مية. انظف بيها الاملاح اللي موجوده عندي. فدي بننصحها لوجه الله عشان برضه نبقى امنا. الارشاد ده هتكلم عنه بس الاول اخد استاذ احمد من الالويه. اتفضل استاذ احمد. نعم استاذ احمد من المنيا. اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عامل ايه؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي للدكتور المحترم اللي معاكم. والدكتور حسن بيسلم عليك. الله يسلمك. الله يكرمكم. والله انتوا ناس محترمين. انت الاحسن. عايزين يا استاذ سامح الميه تكون بحساب حتى للفلاح. حط عدادات للميه دي عشان ما حدش يبهدل في الميه دي. يعني بيتشغل الشفاط كده ليل ونهار وهو قاعد بيعمل شاي وبتاع ما اعرفش الميه رايحه فين، ممكن تكون رايحه في مجرى تاني. عايزين نحط عدادات عشان نستخدم الميه دي بحكمه. انت فلاح؟ ونحافظ عليها. وتحاسبوا على العدادات دي زي ما بتحاسبوا على الميه اللي في البيوت. انت فلاح؟ انا فلاح. يعني لو جم ركبوا عداد عندك على اول الارض مش هتزعل؟ لا عادي. هتزعل لما كله يلتزم الميه هتفيض. انت منين في المنيا؟ انا من قريه مدمريز. احسن. ولكن ارضي في البرجايه وفي زهره. أيوة. وكلمت حضرتك قبل كده على كارت الفلاح ما حدش اعطاني لا سبق ولا كارت الفلاح. ما خدتش كارت الفلاح ليه؟ والله لحد الوقت السامح والله العظيم تعبان ودار من جمعيه لجمعيه. طب بس اتكلم معاك، انت ما خدتش كارت الفلاح ليه؟ يعني انت ارضك مش معاك حيازه اساسا مش بتاعتك؟ معايا حيازه 4 سنين. طب ايه المشكله ليه ما بتخدتش؟ ما اعرفش اروح جمعيه زهره ادور يقول لك لا اسمك لسه ما نزلتش او مش عارف ايه. ايوه بس انت قدمت. بس انت اسمعني بقى، انت قدمت الورق خلاص مستني تاخد الكارت في ايدك صح؟ ايوه. طيب انت دلوقتي تصل في السماد عادي بيتعمل لك معاينه. لا 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 انت عندك وكيل وزاره محترم جدا في المنيا، بكره الصبح هخليه يكلمك على تليفونك ان شاء الله ويشوف مشكلتك ايه. اسماعيل. انا اعرف الباشمهندس اسماعيل. مهندس اسماعيل. ايوه مهندس اسماعيل رضوان. هخليه يكلمك. اسمعني بقى هخليك.
يكلمك على تليفونك ويتابع معاك لغايه لما تخلص مشكلتك دي. يا ريت يا ريت والله. تريت في شراء السبخ. حاضر، عينيا الاثنين. عايز تقول حاجه تانية؟ لا انا عايز احييك بس واحيي الراجل الدكتور اللي معاك ده. الكلام ده كلام مفيد جدا ومحترم، والقناه دي محترمه. انت راجل بس عايزين نحافظ على الميه شويه. طب المجاري الصغيره دي تاخد من الترع دي ما تبطلوها يا سامع؟ ما هتبطل ان شاء الله. تتبطل وخلوا الميه بحساب بالعداد. انا حط لي انا عداد اول واحد. والله انت اول واحد هتقول لك انت. ها؟ والله انا حط لي العداد وانا ادفع. حاضر. بشكر حضرتك. استاذ حسن من البحيره. حسين؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عندنا مشروع سويد، عندنا فرع اسمه كانه واقف. ممكن بس بالراحه عشان صوتك مش واضح، يتحرك بالتليفون. بتقول عندك مشروع؟ عندنا سرعه الترموسين واخده من مشروع سويد. ايوه. دلوقتي السرعه دي عايزين احنا ما نطلبوش فيها، احنا بنطلبوا في يعني حوالي عن 300 متر يتبطلوا فيها عشان السرعه دي في العالي تطول المدخل للميه. الميه فاصله تحت على المجال على الصرف، تنزل في الصرف، وعندنا ما بتركبش سرعه ابو سند. صوتك مش واضح، فانت طلبك ايه في الاخر؟ سرعه ابو سند مالها بقى؟ واخده مشروع سويس. ماشي. بتخدم المشروع اول فتحه في المشروع. ايوه. بتنزل ان الميه الفيضان تحت وما فيش بوابات منها، البوابه اللي معموله عليها تحت فايضه. حاضر. كان المفروض يعني منحط او حاجه عشان ترد لهم ميه على مشروع السويه. حاضر حاضر، هتابع معاك. استاذ سيد من الشرقيه اتفضل. يا حاج سيد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بحييك وبحيي الدكتور حسن. بشكرك. كريم. دلوقتي يا استاذ سامح، احنا يعني لنا خليج بيسقي 200 فدان. ايوه كمل سامعك. وبنسقي طبعا احنا مساحه 200 فدان بتتدفع من الخليج ده، والخليج ده يعني عليه مباني من ناحيتين، مباني من ناحيتين، زياده على كده مركز الامطار الغرب الجنازات لما بتعدي ما بتعديش الا من على المدخل ده، بتخش عندنا التراب. لا بنعرف نطهر سيادتك الخليج بالحفار ولا بنعرف ننزله بالايد، لان بيرموا فيه افات وازاز وابر حقن وحاجات يعني. والله يا استاذ سامح يعني يعني ايوه. وبعدين طلبك ايه دلوقتي؟ قول لي عايز ايه. انا عارف يعني مليان مشاكل. الراي بيقول لك تبع الزراعه مش تبعنا، في التبطين او في الطرطايه يا استاذ سامح. هو مسقى خصوصي؟ مسقى خصوصي بس حوالي من 50 منتفع او 60. طب هو لو تبع لو تبع الزراعه ايه المشكله؟ مش انت عايز تطوره؟ عايزين نطوره سيادتك ويوفر في الميه زي ما بيقولوا. اما الزراعه كلها معانا هو ونطوره، ايه المشكله؟ ما تروحش الراي. هو قالوا لك مش تبعنا، خلاص ما تروحلهمش. والله عضو الدايره خد الورق وقدمنا له الورق ووداه للمحافظ وزي كده، والخليج الموضوع مش محتاج كل الكلام ده. الموضوع محتاج ان هيحصل تنسيق مع مدير الجمعيه ووحده تطوير الري الحقلي، ونشوف الموضوع ده مؤيساته ايه، هيتكلف كام، ويتابع مع الجمعيه عشان يتعمل. بس وهتعملوه على حسابكم؟ ما انت هتدفعوا. ما هو ده بدل مسقه خصوصي وزاره الزراعه هتعمله، وانتوا الجمعيه هتدفع. ان احنا المحافظات اللي جنب البحر يا استاذ سامح ما تعرفش تسقي راي حديث. خلينا بس في المسأله الخصوصي. اه. هنطوره وتدفعه. ما فيش مشاكل يا استاذ سامح. خلاص هدي رقمك للدكتور حسن. عينيا. ماشي. هيطور ويدفع. آه. عايزين نوضح لهم النقطه دي. يتصل بالمهندس علي لاشين هناك وكيل الوزاره. ايوه. هو يتواصل معانا. طب احنا نديك حضرتك رقم النهارده بما انك موجود معانا. ماشي ماشي. وتكلف حد يتواصل معاه. ماشي. لو جيت اتكلم عن دور الارشاد من سنين طويله، وانتم بتتعبوا مع الناس عشان توصلوا لهم المعلومه، تقنعوهم بالموضوع، بنعمل ايه دلوقتي عشان تحديث الراي؟ هو حاليا احنا تركيزنا كوزاره الزراعه في محافظه بني سويف، بادين بيها كمنطقه تجريبيه، مش تجريبيه يعني كبدايه. فالمحافظه ديت فيها 7 مراكز. ال7 مراكز ديت احنا عاملين لكل مركز برنامج ندوات إرشادية، بحيث أن فرق العمل بتاعتنا الفنيين بتوع المشروع بيروحوا يقعدوا مع المزارعين في كل جمعية على مستوى المركز، وبيقعدهم وبيقولوا لهم مميزات الري الحديث إيه، وإيه المطلوب منهم، وإيه طرهم. وبصراحة احنا لاقيين فيه قبول جامد، وفي طلبات متقدمة لنا من مجموعات كبيرة من المزارعين عايزين
يعملوا الري الحديث عندهم وتأهيل المسائي. لكن زي ما قلت لحضرتك من شوية إن احنا بنجهز شروط مرجعية عشان المكاتب الاستشارية اللي هتنزل تعمل الدراسة. وفي نفس الوقت أنا عندي فرق العمل الفنيين المهندسين والسادة الدكاترة اللي معايا في الوحدة نزلوا رفعنا لحد دلوقتي حوالي 2200 فدان في مركز ناصر ومركز بيبة بحيث ان احنا هنعمل لهم ري حديث بتمويل من البنك الزراعي. ممتاز. استاذ سمير من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا باشمهندس احنا عندنا انا من الشرقيه مية القمح. ايوه. من قريه اسمها التقليه. تمام. انا عندي الصرف المغطي بتاع الارض مكتوم بداله اكثر من 5 سنين. وعملنا كذا شكوى على ان احنا نسلته الارض بنطرق ملح ومعاش بتجيب زراعه. حاضر. يعني تواصلت مع اداره الصرف بوزاره مع اداره الصرف وقالوا طلعنا المجاول والمجاول جه والغرف عندنا ملانه مي والرشاح اللي هو المصرف الميه بتاعته اعلى من الميه اللي بتاعته. حاضر. والمقاول اللي عمل ايه لما جه بقى؟ والعمل هيسلك جب بتاع سلك وما زمان. طب ما لازم المصرف يتسلك. والمصرف اصلا ميته علو هتسج. حاضر. بياناتك معانا وانا هتواصل مع المسؤولين. حاضر. عينيا الاثنين بكره ان شاء الله. الضمانات يعني المزارع هيجي النهارده ياخد قرض يقول لك انت هتقعد تكتبني بقى لسه وتمضيني وانا خايف. ايه الضمانات؟ هو احنا يعني في المرحله الحاليه كان قبل كده بنطلب توقيعات للمزارعين. احنا كل اللي بنطلبه من المزارع ان هو موافق ان احنا نعمل تاهيل وشبكه ري حديث في ارضه فقط ما بنمضوش على حاجه ويبقى كده طور الري يعني. وكده احنا بنطور وفي نفس الوقت بيتم تحصيل زي نظام الصرف المغطى زمان. يعني الضمانات هو المزارع ما يقلقش لان الشبكه بتتنفذ والتحصيل بيبقى بعدين بعد سنه من استلام من الشبكه من استلام الشبكه عنده فرصه سماح او فتره سماح على ما احس بالميزه بتاعه الشبكه احفزه بقى عشان يبقى هو يدفع فرحان ويدفع مبسوط مش هيبقى حاسس بمعاناه يعني. ايوه. استاذ احمد من المنوفيه اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله يا فندم. عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله. برحب بيك والدكتور حسن. بشكر حضرتك. حضرتك احنا في مركز السادات محافظه المنوفيه محافظه يعني مركز فيها زراعي وصناعي. ايوه. وما فيش فيه خدمات خالص. زي ايه يعني؟ بالنسبه للجمعيه الزراعيه حضرتك تروح للموظف الساعه 10 الصبح تقول له يقول لك الموظف لسه ما جاش. يعني عشان انت حضرتك قلت امبارح الكارت الذكي هتروح تستلمه من الجمعيه الزراعيه، رحت الجمعيه الزراعيه استلمته عشان استلمه قال الموظف لسه ما جاش. قعدت للساعه 2 لحضرتك لسه الموظف ما جاش. ولا هيجي. طيب حضرتك ما هو جاش الساعه 2 هيجي امتى؟ وبعدين انا يعني انتوا منبر الفلاح يا استاذني. طب ما حضرتك دلوقتي بتوصل رسالتك مع عشان كده انت بتتكلم بكل حريه وانا بسمع لك وبناقشك. ما هو ده منبر الفلاح، ما انت لازم تطلع تتكلم. لسه لما يكون عندي مشكله في الجمعيه انت قلت لي يا باشا انت حضرتك قلت امبارح روح ما تروحش البنك الزراعي، روح الجمعيه الزراعيه استلم الكارت الذكي من الجمعيه الزراعيه. ده كان كلام السيد وكيل وزاره الزراعه مش كلام انا. انت قلت انا منبر الفلاح، انا مش مسؤول. أيوة. انا مش بمضي، انا مش بسلم كارت ذكي. فلما انت ترجع تكلمني تاني اسمعني بقى زي ما بسمعك، ما ترجع تكلمني تاني هرجع لوكيل الوزاره ونكلم مدير التعاون ونشوف الجمعيه الزراعيه دي شغاله ازاي، وبعدين الموظف اللي موجود في الجمعيه ده شغال على حساب جاري الجمعيه من الفلوس اللي انت بتدفعها له. فالموضوع ما هوش ان انت كلمت منبر الفلاح فما خدتش الكارت، انا ما بطلعش كروت ذكيه. لكن ما سيبكش ووصل صوتك وتابع مع المسؤول زي ما هو وعدنا ان انت هتروح تلاقي الكروت جت الجمعيه هنكلمه تاني نعرف ليه الراجل ده راح لا لقى موظف ولا خد كارته. النقطه بقى المهمه، انت هتزرع السمات بتاعك لازم تاخده بالمعاينه، تصرف على المعاينه تمام؟ ايوه.
بس عينيا الاثنين، وهتابع معاك تاني وتالت ورابع، مفيش اي طيب مشكله. حضرتك لتطوير المصارف والترع الصغيره دي كمل على طول. ايوه سامعك يا فندم. دلوقتي الترع دي مركز السادات ما لهوش حاجه خالص من موضوع التطوير ده. ايوه من الخطبه والخماس والطرق. هي مش هي الخطبه، مش الخطبه دي الري فيها ري اراضي رمليه كل حضرتك كله بالمراوي والمصارف. ما هي دي شغاله. وبعدين انتوا اساسا المفروض ان انتوا محدثين من 10 سنين مش من النهارده يا فندم. النهارده في كراكه حفار بيفحت النهارده في المصرف العمومي. المصرف العمومي انا وقفت وبدل الحفار، الحفار ماشي حوالي يعني هنقول لك حوالي 500 متر في نص ساعه. ايوه بس اللي انا بس باكد عليه يعني الخطابه بيجيب الحفشه بس كده. اه مين اللي جايبه؟ مين الجمعيه الزراعيه؟ يعني انتوا انتوا اللي بتتكلموا. احنا مش يعني ما نعرفش مين الجمعيه الزراعيه تابعه او مش تابعي. يعني ايه الكلام ده؟ هي الجمعيه الزراعيه دي كل اول سنه ما بتاخد منك رسوم؟ يا فندم موظفين الجمعيه الزراعيه دي خساره فيهم المرتب. يا فندم اسمعني بس، يعني ايه جمعيه زراعيه؟ الجمعيه الزراعيه دي بتاعت مين؟ الجمعيه الزراعيه دي بتاعت الفلاح. يعني ايه بتاعتك انت؟ ايوه يا فندم. يعني مدير الجمعيه ده شغال عندك؟ يعني انت المفروض ان انت تحلوا الجمعيه دي وتاخدوا اجراء وتشوفوا الفلاحين دول انت بتتعاملوا معاهم. يعني انا عايز اعرف هو مش في انتخابات للجمعيه؟ طبعا في رقابه ومتابعه، وانا هكلم مدير التعاون يشوف الجمعيه دي وضعها ايه. ما ده ضد القانون، ومفيش فاسد او فساد بيتسكت عليه دلوقتي. كل اعضاء الجمعيه دول كلك مستنفعين. لا ما هو انت كمان مستنفع. اسمعني بس، ما هي الجمعيه دي انا فلاح صغير، انا فلاح صغير. مش انت مش تبع الجمعيه؟ مش الحيازه بتاعتك تبع الجمعيه؟ ايوه يا فندم. يبقى انت من الجمعيه. سيبني اكلم مدير التعاون بكره الصبح ان شاء الله. انت سبت رقمك علشان نشوف هي الجمعيه اسمها ايه. جمعيه الطرانه بمركز السادات محطه المنوفيه. مش واضح لي الاسم بس هعرفه منك في التليفون. حاضر، بشكر حضرتك. استاذ انس من البحيره اتفضل. ايوه يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم عندنا قطع مصرف صرف متقاطع مع طرق اتغشى اكثر من مره، وبيحصل تسريب من المواسير بتنخلط ميه الري بمصرف الصرف. ايوه ماشي. وعندنا حته مجاوره للحيز السكني فيها ناس تردمتها في مصرف الصرف وحطت مواسير ضيقه، وفيها غرف ما حدش بيفتش. طب ما حدش بيستلك الغرف دي خالص. انسى الموضوع ده خالص. بنجد الناس. بص يا استاذ انس، استاذ انس. ايوه فندم. انسى الموضوع ده خالص. هقول لك ليه بقى تنساه. تطوير الترع والمصارف والمسائل الخصوصيه بقى في ايد الدولة دلوقتي. اللي اتأخروا فيه 20 سنة بيتنفذ، بقالنا بنتكلم في الموضوع ده ما كملناش سنة على فكرة واحدة. ففي خطة الدولة بتنفذها لإحياء هذه الأماكن مرة أخرى. المسكنات بقى إن تعالى شوف التسريب ده وبعد شوية يتكرر تاني، هات الكركة وتعالى وبعد ما يخلص المزارع يرجع يشتكي، زهقنا منها. هنتابع وهعرض على حضراتكم إيه اللي بيتم والدور إمتى نبتدي عندكم في الشغل، علشان تبقى انت مطمن. بشكر حضرتك، بشكرك. يعني ده لا انا كنت عندي قصد حضرتك تسمع. دي المشاكل الارث الثقيل اللي بقاله سنين، عشان كده كنت في اول الحلقه بقول من عهد محمد علي باشا ما حصلش فعلا اعتناء بالمجاري المائيه زي النهارده. المشاكل اللي حضرتك شايفها دي اكيد رصدتوها وكنتم حاطينها في الحسبان للقضاء عليها. مرصوده والاخواننا في وزاره الري يعني عاملين حسابهم، وفي عندهم خطه لتاهيل لتبطين الترع ده اكيد يعني. طيب الارشاد والتوعيه مهم جدا، بيحصل في الندوات دلوقتي ولا بتتواصلوا ازاي مع لا ده اكيد هو ده ده ده, ده حاجه موضوع رئيسي. اهم خطوه عندنا اللي هي التوعيه، عشان اما اجي انزل ارض المزارع او اتكلم مع المزارع يبقى عارف ان انا بتكلم معاه لمصلحته. فعشان احسسه ان هو لمصلحته لازم يفهم او نوضح له احنا بنعمل ايه بالظبط، والهدف من المشروع بتاعنا اللي هو المشروع القومي على فكره، المشروع القومي للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث، بيشمل مرحلتين اللي هي تاهيل المسائل الخصوصيه وعمل شبكات الري الحديث داخل ارض المزارع. تمام. فدي التوعيه مهمه جدا، وعندنا برامج توعيه، وعندنا يمكن هنعمل ورشة عمل الأسبوع اللي جاي هنجمع فيها كل المتخصصين سواء من وزارة الري أو وزارة الزراعة
وداعيين بعض الجامعات المصرية، الناس المتخصصين في مجال الري، وحتى داعيين معانا منظمة الفاو، وهنعملها في وحدة تطوير الري الحقلي عشان نشوف أحسن الأساليب اللي ممكن نتعامل بيها مع المزارعين، وخصوصا احنا عندنا مشكلة كبيرة بتواجهنا اللي هي تفتت الحيازات الزراعية. أيوة. تفتت الحيازات الزراعية دي من أهم التحديات اللي بتقابلنا حاليا في شبكات الري الحديث، لأن عشان أعمل لكل مزارع اللي عنده إيراتين وثلاثة وأربعة أعمل له محبس. طيب السماد، إحنا السماد بيتم عن طريق سمادة، السمادة لو نقطة رفع واحدة هتبقى سمادة عمومية كده ما عندناش مشكلة. طب المزارعين ما بيزرعوش محصول واحد، طب عشان إن أنا أوزع السماد لكل مزارع على حسب عمقه وما بيزرعوش في وقت واحد برضه، فديت من التحديات المهمة اللي احنا بنحاول ندرسها مع كل المتخصصين عشان نوصل لأحسن حلول. وده المفروض الفكر اللي يبقى سائد، ان احنا نرجع الدورة الزراعية من نفسنا كمزارع. انا في بداية الحلقة كنت بتكلم على استخدام الميكنة وبتكلم على المكافحة، يعني انت النهاردة لما يكون عندك اكتر من محصول مجاورين لبعض فانت عندك اكتر من عائل للإصابة وعندك حشرات مختلفة، فحتى لما بتيجي تعمل مكافحة بتبقى انت تايه، وده بيحصل وبنسمعه. فالدكتور حسن شمس كمان وضح لي نقطة تانية، ان انا لما هزرع في معاد واحد كلنا هنيجي نشوف المعاد المناسب لزراعة القمح مثلا فهنبتدي الزراعة، فجهزنا ارضنا رينا وتسميدنا وكله في نفس الزمان في توقيت واحد، هوفر مشقة وتكلفة كبيرة جدا وهزود من الانتاج. لا اكيد. استاذ علي من اين اتفضل؟ شكرا استاذ سامي. اهلا وسهلا، اهلا بيك. معلش بس عايز اكلم الدكتور حسن. سامعك اتفضل. يا دكتور حسن تفضل. انا عندي 15 فدان من قريه المراشده مركز الوقف محافظه الدين. تمام. معلش يا دكتور كلامك من الصبح كله حلو وعجبني يعني واخر تمام. انا عايز اركب ري حديث بس في مشكله. أتفضل. تمام معلش يعني عشان اكون واقعي كده معاك. اتفضل. المشكله احنا بنستكش فين في موضوع المجاولين. تمام. انت مش هتنفذ بنفسك، هتدي الموضوع لمين؟ للمجاول. احنا ما بنوثقش في المجاول. المجاول هيجيب لي خامه تمام انا مش واثق فيها او معناتي تمام مش مرتاح ليه. فاحنا يعني لو انتوا هتساعدونا تمام ما تدي المزارع القرض بس ما تدوش فلوس، انا مش عايز فلوس. تمام قول لي روح اتعاقد مع الشركه الفلانيه او هات الخامه انت تمام وانت تشرف علي وانا هركب بالخام اللي انا واثق بيه. حلو كده. لان المجاول انا ما بثقش فيه، ممكن يجيب لي خامه هيجي يكبر لي مثلا الفدان 35، الفدان 40، الفدان 25. حلو كده. وهيجيب لي خامه انا مش واثق الخامه. بص يا استاذ علي سؤالك مهم جدا، انا عارف اجابته، هخلي الدكتور حسن يشرحه لحضراتكم، فقاطعتك علشان وقت الحلقه بيجري وانا عايز الدكتور حسن يجاوب على ده عشان يطمن الناس. من البداية وانتم بتختاروا المقاولين او الشركات والمواصفات عايزك تكلم الناس عليه عشان يبقوا مطمنين. هو احنا عندنا هو واضح من الكلام الحاج علي ان هو في المراجدة دي اراضي جديدة فينا، واحنا فعلا عملنا بعض الاعمال في هذه المنطقة. اللي كان عندنا في الاراضي الجديدة كان يا اما بندي للمزارع الفلوس مباشرة للمساحات اللي أقل من 10 فدادين، وكانت البنك بيديله 50% وهو بيروح يشتري الخامات اللي احنا قايلين له عليها. أيوة. كشف المهمات بنسميها كشف المهمات، بياخد الفلوس 50% بيكمل أو بيدفعها عربون ويجيب الخامات ويركبها، بنبعت احنا لجان تشرف وتتابع تنفيذ الاعمال. أيوة. وقت ما بينفذ الشبكه بنديله جواب للبنك بنقول له ان الراجل ده التزم وركب الشبكه طبقا للمواصفات، البنك بيديله 50% الباقيين. طيب دي في المساحات اللي اقل من 10 فدادين. طب في المساحات اللي اكتر من 10 فدادين كان احنا متفقين مع البنك انه لازم في الحاله دي شركه هي اللي تقوم بالتنفيذ، فاحنا كنا جبنا مجموعه من الشركات وصلوا قرب 100 شركة متخصصة في أعمال الري الحديث، منهم الجيد ومنهم اللي هو متوسط. فكان بعد ما بنعمل التصميم وكشف المهمات بنجيب المزارع ونقول له اختار لك شركة من الشركات دي.
يروح يتفق معاه، بتيجي بتسعر له الخامات ديت، بنبعت جواب للبنك بنقول له ادي لشركة كذا اللي هو اختارها المزارع اديله 60% من القيمة بعد ما بيورد الخامات. يعني بيورد الخامات طبقا للمواصفات، بنبعت لجنة تفحص هذه المواد، لا تنطبق المواصفات بقوله انه ورد الخامات كلها مطابقة المواصفات يا بنك اديله 60%. مش هياخد حقوقه لما الجهة الفنية اللي حضراتكم بخبرائكم بالمتخصصين يشوفوا الشبكة دي بمواصفاتها، مش هياخد فلوسه بمواصفات. بيجي بعد كده بعد ما بينفذ الشبكة تحت إشرافنا وبنفحصها بنقول للبنك ان هو ركب، بيديله 35% من باقي القيمة، وبيتبقى 5% ضمان أعمال لمدة سنة. ده النظام. في بعض حالات في المراجدة أنا يمكن هو بيتكلم عليها أو سمع عنها، بعض حالات في المراجدة اللي هي المساحات اللي أقل من 10 فدادين، بعض المزارعين اختاروا شركات مستواها مش عالي قوي، فالشركات دي اتعملت معهم مشاكل وإحنا حاليا بنحاول نحللهم المشاكل. والشركات دي مين اللي بيحددها؟ يعني انا ما عنديش جدول بالشركات المعتمده بالمواصفات اللي انا حددتها. لا احنا عملنا اعلان وجت اتقدمت لنا الشركات، الشركات بتتقدم بمستنداتها وسوابق اعمالها بنفحصها وبنعتمدها، بنقول الشركه دي ممكن تشتغل. ودي كانت مرحله بالنسبه للاراضي الجديده. الاراضي القديمه الوضع هيبقى مختلف، الوضع هيبقى مختلف، هيبقى اعلان عام في الجرنان مناقصات عامة. المناقصات العامة يتم الإجراء طبقا للقانون 182، وهتبقى في مواصفات بتتعمل وقيم تقديرية، وبنرسي الموضوع على مقاول، بيبقى مقاول من ضمن المتنافسين طبقا للقانون، وبيبقى هذا المقاول ملتزم بالمواصفات وطبقا للقانون، وإلا وعليه مش هياخد فلوسه، وإلا في عقوبات كتيرة بتتعمل. مش هياخد فلوسه، هيتسحب منه الأعمال. واخواننا المقاولين عارفين لما يتسحب معنى يتسحب منه العمل يعني بيتدمر في السوق، يعني مش هيشتغل تاني. صح. فديت احنا ان شاء الله مراعينها، وخصوصا في الاراضي القديمه لانها تبقى عقود ومساحات كبيره، فديت هتبقى طبقا للقانون ومكاتب استشاريه والتاكد من المواصفات سواء مواصفات الخامه او مواصفات التركيب. تمام. استاذ غريب بن كفر الشيخ اتفضل. استاذ غريب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حميد؟ الدكتور بيسلم عليك الحمد لله. انا عايز اتكلم عن شركه الغاز الطبيعي. مالها؟ انا عاوز اعمل تجربه في الفدان. الايه؟ عاوز اعمل تجربه في الفدان. صوت تكلفه الفدان؟ تكلفه الفدان وينفع ينزرع فيه جبنه وبنجر وكده ولا ايه ظروفها؟ المحاصيل اللي تتزرع. حاضر، بشكر حضرتك. تكلفه الفدان احنا قلناها يعني لو تأهيل مثلا، ما هو في التكلفة جزئين، تأهيل المسائل الخصوصية دي حوالي 15,000، الشبكة الداخلية حوالي 20,000، وبالتيسيرات على 10 سنين في الأراضي القديمة بدون فوائد، يعني 3,500 تقريبا في السنة. المحاصيل المختلفة اللي تجود فيها تحديث الري، يعني أنا في مثلا كل أنواع المحاصيل عدا الرز. عدا الرز والقمح أغمره إيه؟ القمح كويس هيتعمل بالرش. بالرش يعني احنا بنحط نظام الري اللي يناسب المحصول. عملنا مقارنه ما بين الري بالرش وعلى مصاطب بالنسبه للقمح، يعني طريقه الزراعه على مصاطب بتوفر في المي، بتوفر في الميه وبتزود انتاج برضه. الرش هيقلل اكتر، الرش هيقلل الميه اكتر وممكن يزود الانتاج اكتر برضه. ممتاز. القمح والبرسيم المحاصيل الشتويه بنوصف فيها الري بالرش. كمان المحاصيل الصيفيه زي الذره والقطن ديت ممكن تبقى تنقيط. انا كنت سعيد جدا بهذا اللقاء، وفي يعني شفافيه. حضرتك اللي كنت بتقول لا هو عنده حق في الجزئيه دي، اصل حصل قبل كده وهنعمل في الفتره القادمه مخليين بالنا، فانا شفت ان في شفافيه، مش بنزوق الموضوع، بنبين مميزاته واهميته ودور الدوله بمساعده الفلاح. انا بشكرك نورتني. شكرا. دكتور حسن شمس الدين رئيس وحده الري الحقلي بوزاره الزراعه. شكرا. بشكرك. شكرا جدا يا فندم. صباح الخير.